لغايه ما نشوف ونشوف كمان كان من تداعيات هذا الحادث انه تم كمان الغضب مش معناها انك تقوم باشعال النار في المؤسسات او في قطار سكه حديد كما ستشاهدون. المات اللي حصل ده قبل امبارح هو اللي عمل القلق ده كله، ماشي، بس هو ملوش ذنب في اللي حصل ولا اهله لهم ذنب في اللي حصل. ده كله حصل بسبب كريم بيه. كريم بيه اللي هو قتله وضربه بالنار امبارح اول امبارح وهو واقف في البلكونه، فالشباب زعلوا عشان ان هو مثلا ضرب عيل زي دوت ملوش ذنب واهله ناس غلابه، جم ولعوا في الحاجه في القطر. احنا كنا قاعدين هنا على الرصيف، احنا بايعين هنا في السكه حديد، شفنا اربع عيال جايين معاهم كراتين وكياس بلاستيك حاطينهم تحت الكرسي وراح مولعين تحت الكرسي. اول ما جرينا جبنا التصنم الاسعاف وجبنا الخراطيم من هنا والمطافي وطفينا، كانت الولعه شدت في الثلاث عربيات. هي العيال الصغيره اللي كانت بتحدد بالطوب امبارح على المركز، وهي العيال الصغيره اللي كانت بتعمل كل حاجه امبارح، ما كانش في واحد كبير كان بيعمل حاجه. العيال الصغيره هي اللي كانت بتعمل كل حاجه امبارح. جينا هنا على المحطه بقى ساعه الماتش، لقينا العيال جايين بعد الدفنه بقى، بيقول لك حاجه مع المركز ثاني وحطوه في المركز بالطوب. جم هنا بقى على المحطة شوية شباب منهم، قال لك هنولع في القطار وهنوقف القطار. راحوا ضربوا القطر بتاع 54 وهو جاي، واحنا جبنا القطر ودخلناه المحطة، يا دوبك قطر 8 جه ما فيش أي حاجة، و57 عدى القطار كلها عدى. جه ده بقى وهو واقف لقيناه ولع مرة واحدة. شفت كان في مجموعة شباب كبيرة واقفة كتير عند المركز، سن صغير 16 17 سنة، كانوا واقفين عند المركز وبيحدفوا قوات الأمن بالطوب وكده. فروحنا عشان اللي نعرفه نمشيه بعيد عنهم. ففوجئنا واحنا واقفين، قالوا ده الايه ده في حريقه في القطر. جينا لقينا بقى الثلاث عربيات دول الحريقه كانت لسه بتبتدي فيهم. اتصلنا بالمطافي والاهالي المنطقه كلهم كبير وصغار طلع كله بقى ايه بقى يطفي، بس طبعا ما لحقناش زي ما انت شايفه كده. كانت الولعه كلت النار كلت الدنيا زي ما انت شايفه كده. انا امبارح وانا في الدفنه عم المتوفي امبارح قال، فالناس بتقول له نروح المركز وكده، قال لهم انا عوض على الله وحسب الله ونعم الوكيل.